صباح الخير مشاهدين صباح دريم، معاكم كابتن كريم حسني. النهارده نقدم لحضراتكم مجموعه تمارين سهله وبسيطه جدا، ممكن نعملها في البيت وممكن نعملها في اي حته. والتمارين دي مش هنستعمل فيها اي حاجه، هنستعمل فيها حاجات بسيطه عندنا في البيت، مثلا ازايز الميه. واحنا ممكن نتحكم في الوزن وتقله عن طريق ان انا ممكن املى الازايز ميه او املى الازايز رمله او كده. اوكي، نشوف اول تمرين. اول تمرين هيبقى التمرين لعضلات الرجلين وعضلات الاكتاف. اوكي، ببدا امسك الازايز بالشكل ده واوسع رجلي، وسع زي مستوى كتفي، ابدا انزل بالشكل ده واطلع كده. اوكي، يلا بينا نبدا. واحد، التمرين الثاني هيبقى تمرين لعضلات الذراعين والاكتاف والقدمين. اوكي، يلا بينا نبدا. هيبقى بالشكل ده، يلا بينا. واحد، التمرين الثالث هيبقى تمرين لعضلات الاكتاف وهيبقى بالشكل ده. ابدا اطلع ايدي اليمين مثلا وانزلها واطلع الايد الثانيه. اوكي، يلا بينا نبدا. واحد، التمرين الثالث هيبقى تمرين لعضلات الجسم كلها وهيبقى عضلات البطن والذراعين والرجلين وهيبقى بالشكل ده. ببدا ارفع ايدي لفوق وانزل ورجلي تلمس الايد الثانيه. اوكي، وهيبقى بالشكل ده. يلا بينا ننزل. واحد، كده نبقى خلصنا حلقتنا النهارده. شكرا لحضراتكم واشوفكم في حلقات اخرى.